فنان وملحن هو الفرع الخالد لثلاثي العاصمة. الفنان السني الضوي دائم الحديث عن صنعه ورفيق الفنون إبراهيم أبو ديح، متدفق الحنية، تحكي هيام عن علاقتهم به. قريب مننا جداً، بياخد آراءنا في كل حاجة هو عايز يعملها، بنستشيره في كل خطوة نحن بنخطوها وأي حاجة إحنا عايزين نعملها. لكن في بعض المواقف بيرجع لنوري وبيصبح شخص في قراراته تقليدي جدا، ويعني ما في طريقة تجادله في مواقف معينة أو في أشياء معينة. يعني في حاجات في حياتنا ما فيها جدال، ما فيها نزاع، ما فيها فصال، بالنسبة لنا يعني قرارات ديكتاتورية. وفي نفس الوقت هو زول قريب مننا جدا وبيعمل معاملة جميلة جدا كصديق وأبوه. يترنم بالعود عند الصباح الباكر ليضع أعذب الألحان التي ظلت خالدة في أسماعنا. منتدى السني من أكبر المنابر التي اكتشف بها وجوه شبابية جديدة ليرسم لهم مستقبلهم الزاهرة. دعونا اليوم نجلس إليه لنكتشف ذلك الوجه الجميل والنفس الرائعة والحديث العذب. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في سهرة جديدة من سهرات الوجه الأجمل. التجربة كان الانسجام والكلمة المنتقاة بعناية والإصرار والعزيمة واحدة من أهم عناصر نجاحها. تجربة ثنائي العاصمة تجربة خلدت بداخل وجدان كل من استمع لهم، وخلدت أجمل الأغاني في مكتبة الفن السوداني. تجربة تكونت من الأستاذ إبراهيم أبو ديح ومحمد الحويري وأستاذ السني الضوي. نترحم اليوم على أستاذ إبراهيم أبو ديح ومحمد الحويري، ومعنا اليوم الأستاذ الكبير السني الضوي. أهلا بك كثير ومساء الخير. بارك الله فيك. أهلا وسهلا، عظيم الشرف، بارك الله فيك. نحن اليوم عايزين نوثق لهذه التجربة العظيمة، وعايزين نبدأ المشوار من بدايته. يعني فترة طويلة قضيتها ما بين الولاية الشمالية، أنت من مواليد مدينة نوري، ما بين مدينة بورسودان، التحقت بأخيك الذي رباك هناك وقضيت عدد من السنوات في تلك المدينة. أكثر الأشياء اللي بتتذكرها عندما تذكر مدينة بورسودان أو اسم مدينة نوري، أكثر الأشياء اللي بتستحضرها؟ بالنسبة لمدينة بورسودان بتذكر طوالي بداية قراءتها ودخولي الكمبوني للدراسة. والكمبوني من الأشياء العالقة في ذهني لغاية النهاردة، يعني أول حتة تعلمت فيها اللغة الإنجليزية طبعا وأنا جاي من نوري، أنا جيت من نوري على بورسودان طوال. دي بالنسبة لبورسودان. درست في مدرسة الكمبوني في بورسودان، وبعد كده جيت الخرطوم واصلت في المدارس القبطية. واصلت في المدارس القبطية صح. شكل المناهج اللي كان بتدرس لكم شنو؟ يعني هل كان من ضمن الفن ولذلك بدأت الموهبة بالتفتق في ذلك الوقت تحديدا؟ الفن ده بدأ من نوري باستماعي للطنبور. ناس هناك طبعا ناس فنانين كلهم، وبيعزف الطنبور ده عزف جميل. وثانيا حاجه بقولها دائما اللي هي استماعي لحاج الماحي رحمه الله الماجح المعروف. انا بفتقد من اجمل من اكثر الناس اللي وضعوا يعني الحان جميله في المديح يعني، فكنت ادمنت اني اسمع المديح بتاعه، ولغايه الليله بسمع المديح بتاعه وحابب اقول منه اقلد يعني. فانا بتهيألي هو الماحي يعني رحمه الله هو تخلل حاسيسي في انه بقيت ملحن، وربما هو عنده كمية من الحنان فديت برضه اندرعت فوقي منه. تعلمت عزف العود بدري جدا استاذ السني. تعلمت عزف العود مع استاذ مصري اسمه عبد المنعم عرفه.
يعني من مدة بالصدفة، يعني أنا عرفت هذا الرجل وبالصدفة اتضع أنه كان هو عواد بتاع أستاذ محمد عبد الوهاب. والراجل رحمه الله لو حي ميت أنا ما شفته تقريبا بدري. فلقى شغفي ورغبتي الشديدة في تعلم العود، فحتى كان هو هنا مدته انتهت رجع من الغاير مخصوص عشان يتم معايا أنا يوريني كيف أعزف العود بالطريقة الصحيحة. وبفضل الله تعالى يعني وصلني مرحلة كويسة. حب الفن ظهر بدري، لكن طريق الاحتراف الحقيقي بدأ مع مطلع الستينيات. صح. وكان في قصيدة أدك لها محجوب سراج وقمت بتلحينها لإبراهيم عوض. اللي هي من قصاك، من قصاك قلبك، دي أول أغنية طبعا أنا لحنتها في حياتي. وهي كلمات محجوب سراج ومسعود، وأنا محجوب سراج كنا بنجلس في ترابيزة واحدة تقريبا. أنتوا كنتوا زملاء في شركة النور اللي هي حاليا هيئة الهيئة القومية للكهرباء. أيوه كنا في شركة النور. نعم. و كان يسكن يعني بالغرب من محجوب سراج الأخوة الزميلة شفاه الله سيف الدين الدسوقي، الراجل يعني الشاعر المعروف يعني. طيب أستاذ سني، نحن عايزين نجي لفترة بحري ما بين الختمية وبالصافية ومناطق كثيرة تنقلت فيها بداخل بحري، وكان لي علاقة أيضا بعدد من الأصدقاء ومن الجيران والأهل. عايزينك تحكي لنا كمان عن ذكريات المدينة دي بالذات. ذكرياتي في 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 خرطوم بحري، قعدت في حدة عيد مع حدة الختمية، ونعم طبعا نايم الناس بيجي من الشمالية بيعتبرهم ختمية يمشوا الخدمية، فقعدت في حلة الخدمية وتحقت بالكمبوني. وبالصدفة برضو كان في شارع أنا سكنت فيه في حلة الخدمية، في آخر الشارع بسكن الأخ محمد مرغني شفاه الله، والتقينا مع بعض برضو. وبعد كده درج الموضوع، التقيت بالاخ رحمه الله ابراهيم بوديه، وكنا كلنا يعني من الحته ديك، وكنا بنقعد مع بعض ونعمل الحان. وبعدين تاخذ معانا في الشله بتاعتنا اخونا حسن بابكر الله يطلعه بالخير، وكنا بنقعد نعمل الحان دي يعني يمكن قبل ما نكون، لكن الاغنيه اللي اظهرت السني الضوي هي اغنيه من قساك. أنا بذكر إنه حتى الأصدقاء ديل كان لهم دور، يعني بعد وفاة محمد الحويرج انقضحتم عن الغناء أنت والمرحوم إبراهيم أودية، وكان بسبب الأصدقاء رجحتوا واقتنحتوا بأن تواصلوا مسيرة الفن مرة أخرى. بالضبط، هو رجعنا المرحوم عثمان حسين رحمة الله عليه، هو برضه من هناك، وكنا بنقعد مع بعض ومنحيزين لبعض يعني، لأنه أهل بعض من هناك يعني بلديات. وكان بتربط الحويج مع عثمان حسين رحمه الله الاثنين صداقه حميمه يعني، حتى غنوا كلمه منك حلوه مع بعض عثمان حسين والحويج في الاذاعه موجوده. ولما قررنا نعمل ثنائي العاصمه او ثلاث عاصمه، يعني في اشياء فنيه خلتني اختار، لانه كان ابراهيم عوديه صوته يعني تيبيكال صوت عثمان نفس حسين، نفس الخامه نعم بتاع عثمان حسين. وكان عثمان حسين مع حويج الله يرحمه غنوا كلمه منك حلوه، فكان جميل في صوتهم، فقلت انه نحن نعمل الثلاثي يكون الحويج معانا عشان تبقى يعني الاصوات متطابقه، وكان ثلاثي العاصمه. وعلى ذكر الصحاب والاهل، كان لابد لنا ان نتوقف في محطه الاسره، وطالما انه كل شخص بينظر للامور من زوايا مختلفه، وطالما هناك في عدد من الاوجه الجميله لضيفنا اليوم شخصك الكريم، كان عندنا افاده اخذناها من ابنتك هويده سني الضوي. ايوه نستمع لها. في جانب ثاني وانا ما عارفه هو حيعمل ايش بعد ما يسمعني بقوله، انه هو طبعا محب للحوم بصوره ما عاديه، بالذات اللحم الضان يعني.
فقالوا عماتي كانوا بيحكوا لنا انه ساعه يجي تحت الفطور راجع من الخلوه فبيجي شايل الجردل من جدي مليان يعني كباد وكلابي وكل المطايب بتاعت الخروف. فقالوا ما بيرجع الخلوه الا يشوي له الكبده كامله محل العواسه. فعمتي قالت بتشويها له وبيشيلها زي الدركسون ويرجع بها الخلوه. شكرا هويدا السني الضوي، وفي إفادة يمكن كشفت لنا فيها جوانب تانية. ذكرت فترة الخلوة يا أستاذ السني وخلوة الشيخ الحسن الكرار، يعني برضو قضيت فيها فترة جميلة وعندك كثير من الذكريات عنها. جميلة بعد هذا أجمل أيام حياتي قضيتها في خلوة الشيخ الحسن في حتة اسمها السبل في نوري. نحن طبعا عندنا مجموعة من الإفادات أيضا من الأسرة. الإفادة الثانية من هاشم أحمد الحسن كرار ابن أختك. نشوف قال شنو. هو راجل يعني بحنين وراجل حاجات يعني إنسانية كثيرة، يعني حتى لما نسمع غناء وهو بيغني نحن بنبكي. هو يعني ما دار أقول لك يعني هو السني راجل يعني حتى لما أشوفه أنت في التلفزيون هو بيبكي. حتى كان غنى للناس والناس بتفرح هو بيغني غنى وبيبكي. متعودين احنا كل أول شهر بنجي نفطر ونتغدى عنده في البيت، كل أخته وأولاد أخته وبنات أخوانه وأولاد أخوانه كلهم بيجوا هنا، أولاد أخوانه وأولاد أخته وأولاد أولادنا كلنا يكاد يمكن نكون ما شاء الله يمكن نلحق لنا 30، لدرجة إنه بيطبح يعني من الصباح بيطبح ما بنمرق منه إلا المغرب. هاشم أحمد الحسن كرار ابن أخت الفنانة سني الضوي. معروف طبعا أستاذ السني، ويمكن الأمر ده أكدوا لنا أكثر من فرد من العائلة، إنه أنت شخص حنون جدا، إحساسك مرهف جدا بالأشياء، دمعتك قريبة كمان. كثر خيركم. كثر خير كل اللي قال الكلام ده يعني هي طبيعة فوقي والله. أنا يعني ما عارف جاتني من وين، لكن عندي يعني لغايه ما بقيت اتضايق يعني لو شفت اي قلت لك الناس يودعوا بعض في المحطه ابقى زيد الموضوع في البكاء. حتى قلت لك بديت اقول انه كنت مره في مصر وانا جاي راجع السودان ولقيت ناس بيبكوا كده، بنات معاهم اهلهم وامهاتهم واولادهم يودعوا بعض يبكوا كثير جدا جدا. وفي الاخر عرفت انه ديل عندهم ولدهم مغترب لاول مره، هو مصري ما يعرف برا، وانا كنت جاي وكنا في المطار القاهره وجايين دقوني ببكي. فجوني قال لي السني بتبكي مالك؟ قلت له والله الاولاد الناس دي الفكره ولدهم ده مسافر وقاعدين يبكوا وكذا وانا بجامل. قالوا انت مالك برضه طيب؟ قلت له والله مالك يجي نسيب يجي تسيد الموضوع ده. فدي يعني هي عامله لي مشكله الحكايه دي. هي إحساس مرهف بكل الأشياء من حولك. نحن عندنا إفادة أخيرة أيضا من حسن عبد الوهاب. طيب رأيك شو نمشي نشاهد مع أختي برضو. الحقيقة طبعا يعني علاقته بأهله وعلاقته بالناس العلاقات الاجتماعية طبعا يمكن هو راجل مشهور بها بشدة لأنه مواظب عليها شديد. لكن أنا هنا عايز أتكلم على أساس ما احكي لي انا دائما عن الفنانين، اللي هو في يوم من الايام الواحد شعر فعلا انه الجو بتاع الفنانين ده جو معافى شديد، لانه دائما يحكي يعني باحسن الكلام عن الفنانين كلهم. يعني ما يذكر فنان الا يذكر بالخير ويذكر عنه نكته وكيف في الرحله الفلانيه عملوا تلاقينا عملنا شنو. تشعر انه بحب الفنانين شديد وانه الفنانين يعني زي اهله كده. شكرا حسن عبد الوهاب. وقال انه انت نموذج للفنان اللي بيعكس كل جميل عن قبيله الفن، ويمكن يعني
ما بعيد على كل شخص انه هذا المجال مليء بكثير من التعقيدات والاشكاليات كمان في بعض الاحيان. فكوننا نلقى لنا شخص انه يعكس كل ما هو جميل ويحاول انه بقدر الامكان يوفق ما بين الناس ويجمع بيناتهم في الحسنى, ده شيء نادر جدا. الله يكثر خيرهم, يعني زي ما بيقولوا احنا في الشاقين غلطوا لي راسي, يعني يقولوا يعني كتر خيركم كتر خيرهم في الكلام اللي قال. وانا افتكر صفات حميده اتمنى انها تكون في كل الناس يعني. استاذ السني, نحن نستاذنك حنمشي نستمع لنا لاغنيه من صباح ونواصل حوارنا معك. جدا. قمر العشاء قمر العشاء
الوان الحنان قال فيني غيمة الدرجه أهلا بكم من جديد وضيفنا اليوم الفنان السني الضوء. أنا عرفت طبعا عبر مصادرنا يعني أنه عندك وقت محدد كده أنت بتلحن فيه وبعد ما تقوم الصباح بدري وتأدي صلاة الصبح. كلامك صح. هو الصباحية بالنسبة لي بعد الصلاة والصباح دائما هو أجمل وقت بتهيألي للتلحين، يعني بتكون أنت رايق، الإنسان بيكون عواطفه جياشة، وبعدين لما تكون في بعض الأشياء اللي بتقابلك بالنسبة لحتى الأخوان زي حكيت لك أسر اللي قدر بيبكوا وبقيت معهم، فلما تجيك كلمات فيها اللي بتسأل عني ثاني بعد ما شلت الأماني رحت خليت من زمان وكلمات معيوبة، فالكلمات هي ذات الحقيقة هي اللي بتوحي للملحن اللحن، يستحيل يكون في حاجة غير كده يعني. وأحيانا تحمل الكلمة موسيقتها بداخلها. تحمل الكلمة موسيقتها بداخلها، وأنت لو يعني بينتقل لك إحساس الشاعر، أنت كملحن بينتقل لك برضو يعني. يعني أنت بتلقى واحد بيقول كلام زي ده، رحت خليت من زمان ومين تعرفه عليه يعني. ولذلك هنا جاءت الثنائيات. يعني لديك ثنائية معروفة مع دكتور علي شبيكة وثنائية أخرى مع محجوب سراج ومع سيف الدسوقي يعني عرفتم بعض بالكامل، تعرفتم على أي نوع من أنواع اللحن يحب أن يدخل الشاعر بداخل كلماته وكيف يريد أن يوصل هذا الإحساس للمتلقي. وكان في شاعر برضو رحمه الله هو من نوري من هناك برضو،
وكمال محجوب، فكتب لنا أغاني كثيرة يعني، وغناس من العاصمة، نهر الريد. أستاذ السني، ما تفرغت للغناء بالكامل يعني بعد ما أخذت المعاش من شركة الكهرباء أو شركة النور؟ اتجهت لتشكيل أو تكوين شركة خاصة بالتجارة والتصدير، صح؟ يعني أنت متنازع ما بين التفرغ للفن وبين التوجه نحو الحسابات وعالم المال والأعمال. إيه، صار إنه العدوى بتاعتي اللي جاتني من الإدارة المركزية في الحسابات وده خلتنا أدخل في التجارة من غير ما أشعر. بس فتحت مكتب بتاع تجارة، لكن سقطت فيه سقوط يعني محترم، تقيت فيه درجة 100%. أنا عرفت إنه لديك ما يقارب 120 لحن تقريبا موزعة ما بين كبار الفنانين، بتذكر لنا أقرب لحن لنفسك شنو؟ والله هو سؤال يعني في بتاعت سنة العاصمة دي طبعا مؤكد يعني هي أقرب. أنا أقول لك أقرب واحد. شنو تديها لنا مترجم عبر الألحان؟ إحنا معانا عود هنا. معانا عود. نرجعك للزمن الجميل، رأيك شنو؟ طبعا دي ما اقرب الهوايات لنفسك يعني، العزف على العود والتلحين وهكذا. ذكرتونا ايام زمان التلحين، انا لمده من التلحين طبعا. استاذ سني، معروف عنك انك بتهتم بالشباب جدا وبترعاهم، يعني اقرب مثال تومات محمد خيري واخيرا صباح. لديك فلسفه محدده في رعايه الشباب واهدائهم اغنياتكم ايضا. والله هي دي طبعا يعني هي عادة في الإنسان يعني، لأن أنا لما كنت بديت التلحين أو بديت أتعلم الموسيقى أو عزف العود يعني، كنت شاعر عندي الرغبة جامعة، وأحيانا يعني بيجيني يأس إنه أنا ما أقدر أتعلم عود أو أبو كده. أنت بدأت بالغناء للفنان تاج مصطفى. أنا بدأت أغني لأغنية طيب مصطفى، وأحب أغنية طيب مصطفى يعني بدأتها. فلما جيت يعني لقيت يعني الأستاذ يعني لقيت الأستاذ عرفه دي زي اللي قلت لي لقية كده، وعلمني العود وكده بتاع. فأنا الإحساس ده عندي يعني، الإحساس بتاع إنه أنا رغبتي كيف اتعلم موسيقى واعزف عود فيها. فلما القى واحد عايز اتعلم عود وكده بحس بالاحساس اللي كان عندي زمان، فبعطف عليه والقاه في نفس الوضع اللي انا كنت فيه. ف
يعني عملت ما كثير يعني ما بنلقى كثير من الفنانين ممكن يعطوا حتى خلاصة تجاربهم وأجمل أغنياتهم لغيرهم من الشباب اللي بادين تجربتهم ويسمحوا لهم حتى بأداء في التلفزيون وفي الإذاعة وفي معظم المحافل. هي الغريبة هي بالعكس يعني أنا بفتكر إنه أنت لما تدي الآخرين يعني من ألحانك وهم ينجحوا بها وأنت تحس بنجاحهم بتكون ساعتك أكبر منك أنت يعني بتغنيها وكان نجاح لك أنت وراك يعني من بعدك. طبعا ده لجمال دواخلك أستاذ السيد. الله يبارك فيك. إحنا هنهديك لحن قادم أيضا ومن الألحان القريبة لنفسك مع الفنانة صباح. أهلا بكم من جديد. حوارنا متواصل مع ضيفنا اليوم الفنان سني الضوي. أستاذ سني بنجد في كثير من التجارب الثنائية أو الفرق الجماعية اللي بتقوم بالغناء ما بتتواصل كثير ويمكن أنتم أصبحتم كنموذج يعني ما شاء الله استمرتوا لعقود من الزمان وقدمتم تجربة جميلة جدا وأهديتوا المكتبة الغنائية السودانية أجمل الألحان. كيف قدرتوا تواصلوا على هذه الثنائية؟ والله أقول لك حاجة نحن يعني أنا وإبراهيم رحمه الله ولما
دخل معانا الحويج، خلناها قضية كده يعني زي اللي بقت قضية بتاعت تشالنج تحدي يعني، لأنه في بعض الناس قالوا أنا غنوا اثنين ولا ثلاثة ما بنجح كلام بالشكل ده، فأصرينا إنه ندخل في هذه التجربة ودخلنا فيها فعلا. هي تجربة ما سهلة طبعا، عزل كرانزات شديد خالص خالص يعني، حتى في الرزق انت لما تتعاون مع بعض صحيح يتقسم طبعا صح، لكن لما الزول يكون عنده يعني ويل يعني عنده كده رغبه ويكون عنده اصرار انه يعمل حاجه ربنا بنجعه. احنا قلنا نعمل صناع العاصمه ده ولا هو صناع العاصمه، وعملناه يعني يعني بينك ما الواحد ما كان وجي لانه الناس هل حيقبلوا الناس ليه اللي يغنوا كده. حتى الفكره جات بدايتها من الصحاب حواليكم انه حسوا في تقارب في خامه الصوت وكانت كفكره يعني في البدايه منهم، وبدت بينه وحتى حل الاختيار في ليش العاصمه حليم محمد الحويي وابراهيم بوديه، لانه كان زي ما قلت لك ابراهيم بوديه ده صوته وكان بيغني ده اسمه حسين طوالي. و الحويج غنى اغنيه منك حلوه مع الحويج وكان مع الله يرحمهم مع حسين حسين ونجحت نجاح مقطع النظير. و جينا لما عملنا الثنائي ده لقينا انه ابراهيم والحويج يعني بيكون اقرب الى المساله بتاعت النجاح. فالحمد لله رب العالمين يعني نجحنا. برضه عثمان ما قصر معنا ده الله يرحمه حسين اليوم، لكن القصه يعني عايز اقول الاغنيه بتاع الجماعه ده عاوز قوه بتاعت عزيمه من الناس انهم عايزين يعملوا حاجه، لان احنا في في, في في ناس كانوا بيحبطونا يعني. مره في واحد كده بعد ما غنينا جينا مارقين كورك لنا يا سوري العاصر ده بتغنوا لنا مجانين اي بشكل ده يعني. طبعا اي تجربه جديده بتجابه بشيء من الانتقادات، لكن بفضل الله تعالى يعني في الاخر لقينا هذا اعتبرته انا مشروع مشى معانا وبقت هنا العاصمه يعني من كثيره الناس اللي بيغنوا واكثر فنانين غنوا في السودان. وذيك ما قال واحد لنا واحد من اخواننا الجنوبيين والله العظيم مره قابلني في التلفزيون قال لي انا كان عندي فيجن يعني عندي رؤيه بعد ما عرف الناس على العاصمه انه هيجي يوم سنة العاصمه ده اغنياته تكون اكثر اغنيه بتغنى في السودان. يا سلام. ده واحد اخوانا جنوبيين ورايل كان ذو منصب يعني. فهسه بالضبط الحمد لله رب العالمين يمكن اكثر اغنيه بتغنى في الحمد لله بتاع سنة العاصمه. استاذ سني، برغم انه الحديث يعبر عن كل شيء الا انه الصور بتعبر اكثر واعمق. نحن عندنا مجموعه من الصور في معرضنا الشخصي وحنتحرك عشان تحكي لنا عن قصه كل صوره. مجموعة من الصور أستاذ السني، الصورة الأولى في بواكير الصبا ولا نقول في والله يعني الشباب في يعني كان في عز الشباب لما قال رايح بقول عز الشباب. أنا ما قاعد أحب أشوف الصور زي دي. ليه؟ عشان ما أزعل. لا ما شاء الله روحك لسه شباب. الله يديك العافية. دي صورة عملتها ده بقى أيام ما بقيت جاتني حاله اني ابقى تاجر وافتح مكتب وفتحت مكتب وكذا بعد ما اخذت المعاش من شركه الاداره المركزيه. جيت وفتحت المكتب ودي كانت الصوره اللي صورتها كنت اخذتها في المكتب وبعدين نقلتها البيت. شوف الصوره الثانيه بتجمعك بين دي تقدم مع رحمه الله. طبعا الناس انا مهما احكي لهم العلاقه اللي كانت بيني وبين ابراهيم لا يمكن يفهموها او يدركوها. انا قاعد اقول لهم ما قلت لك الكلام ده، كان اقول أنا بقول أنت عارف إبراهيم لما نقوم نغني نغلط مع بعض. سبحان الله والله العظيم نغلط مع بعض. الله رحمة الله عليه. رحمة الله. هذه الصورة في القاهرة؟ ده معايا أخونا الشاعر علي شبيكة
وبرضه كان لسه الشباب لسه ما فات مننا. كانت رحلة فنية ولا كانت؟ كانت رحلة أخوية، مشينا إجازة. كنا بنمشي كل شهر ثاني نمشي إجازة. ولغاية هسه العادة دي فيه، لكن قلت شوية. هذه الصورة أيضا بتجمعك مع أخوك الكبير اللي رباك؟ ده أخوي محمود. الأول واحد خدت إيده ده. ده اللي رباني. واللي جنبه ده صديق الضوي اللي هو ابن اخوي. ابوه اخذات كده زي احمد مصطفى. ودانا طبعا التفاح بعد صديق دانا. وداك ولد خالتي القاعد في العمه متزوج اختي سكينه. دي واحد من العيال الصغار انا شايفه. داك البغالي داك اخوي مصطفى رحمه الله برضه. اللي هو اكبر من محمود ده. ده عثمان ده الثاني بغالي ده. ده اللي هو هاشم هسه اداكم عباده. ده اخوه اللي هم اخوان محمد حسن احمد المشلخ كان عنده جريده الصحفي المعروف. الصحفي المعروف. الصوره دي ايضا بتجمعك مع دكتور علي شبيكه. ودي بتجمعنا مع الدكتور علي شبيكه. وديل الحقيقه يعني هي طبعا صداقه طويله جدا وحميمه قبل ما تكون قبل ما تكون ثنائيه عبر الفن. صح معبوها يعني. لو كانت يعني قوه شديده يعني احنا ما بيحصل يوم ما نتقابل اربع خمس مرات طوالي. اما الصوره الاخيره ده محمود اخوي ذاته الله يرحمه. هي كانت اشبه بجلسه عائليه كده. وده انا قبل ما يدخلنا الكبر يعني. وده اخوي الرباني محمود الضوي ده هو هسه محمود الضوي اللي هو الاول واحد هنا ده هو هسه ده الرباني. وداني بورسودان وهو طلعني من نويل وداني مدرسه بورسودان وقريت مع الكمبوني مع سيسترز ومنها تحولت المدارس القبطيه في القبطيه. إذن الفنان السني الضوي اليوم تجولنا معه في رحلة حياتية جميلة جدا. السني الضوي تجده في كل الحناجر الندية، تجده صوتا عبر غناء ثنائي العاصمة، وتجده لحنا عبر أغنيات خالدة لصلاح ابن البادية، لأماني مراد، لمنى الخير، لإبراهيم عوض وغيرهم كثر. سعدنا به جدا وسعدنا بتابعتكم لنا. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله نفس الزمان ونفس المكان. في أمان الله.
يختفي. مخلصين.